بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ربما يتساءل بعض المشاهدين، لماذا توجد مشاهد مرئية في البرنامج؟ لماذا لا يكون كبقية البرامج الدينية شخص جالس ويتحدث؟ الجواب: لأن وضع الدليل البصري العملي على الكلام النظري يعني أن المعلومة وصلت إلى القلب من طريقين اثنين، طريق السمع وطريق البصر، ولا شك أن وصول المعلومة من طريقين أقوى من وصولها من طريق واحد فقط. ثانيا، أنت الآن لديك بدائل كثيرة لكي تشاهدها، فإذا لم يكن في البرنامج تميز فإنك ستقلب القناة إلى شيء آخر، فأحتاج أن أضع لك شيئا مفيدا ومشوقا في نفس الوقت. لهذا كنا نحرص أن تكون أغلب الحلقات تحتوي على مشاهد مرئية تدعم كل هذا. وهل تظن أن هذه المشاهد من السهل الحصول عليها؟ أبدا، إننا نشكل فريقا أحيانا يصل إلى 15 شخصا فقط ليتوصلوا إلى المشهد المناسب، ونضطر إلى شراء أفلام وثائقية كاملة لنستخرج منها دقيقة واحدة فقط. هذا علاوة على أن بعض اللقطات لها حقوق فنستأذن أصحابها، وبعد هذا تتم معالجة اللقطة في حال لم تكن عالية الوضوح، ويتم مونتاج الحلقة وتسجيل الصوت عليها بحيث تتوافق مع المضمون الحلقة، ثم في النهاية تعرض عليك. كل هذا فقط لكي تصل إليك اللقطة فتستفيد منها. فلا تستهن بهذه الدقائق القليلة من المشاهدة، فإن وراءها جهد الله أعلم به. اليوم قررنا أن تكون الحلقة مميزة، نريد أن نعرض عليكم مجموعة من المشاهد التي عرضناها في برنامجنا، ونتمنى أن تحوز على رضاكم. أرجوكم تابعوا هذه المشاهد المؤثرة معنا الآن. هذا ابن قد فقد أمه، وهو الآن يحاول أن يعبر لكم عن حاجته لحنانها، فماذا فعل؟ لقد وضع خده على رسمة رسمها لأمه ويريدها أن تحضنه. وأنت أمك على قيد الحياة، فهل أعطيتها ما يكفي من حنانك؟ Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο παπαδέρα σπουργίδι είναι. Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου-γι-τι. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις τόσες φορές, σου είπα. Είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος, που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3, καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας.
Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό. Και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν... ένα σφουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. ربما تكون الحياة صعبة بدون حركة، لكن نستطيع أن نعيشها. ربما تكون الحياة صعبة بدون رؤية، لكن نستطيع أن نعيشها. هذا أرنب صغير فقد أمه، وكان من المفروض أن يموت لأنه لا يوجد من يعتني به ولا من يرضعه، لكن رزقه الله من يعتني به من حيث لا يحتسب. إنها قطة، من عادتها أن تأكل اللحوم، فكان بإمكانها أن تأكله، إلا أن ربنا قذف في قلبها حبه. لدرجة أنها تعامله كواحد من أبنائها، يلعب معهم ويركب على ظهر أمهم، بل إنها ترضعه مع أبنائها. سبحان الله، فكأنه أخوهم الذي لم تلده أمهم. هذه صور العصفور الذي أبكى الملايين، لدرجة أن بعض كبار المحطات الإخبارية نشرت تفاصيلها. إنه هنا يرى عصفورته مصابة تستنجد به لينقذها، وهو يحلق فوقها في محاولة لمساعدتها، لا يستطيع عمل شيء، فيذهب ليبحث عمن يساعده من الطيور في إنقاذها، ولكنها تنظر إليه وهو يبتعد نظرة المودع، لأنها الآن في مرحلة الاحتضار. سبحان الله، لقد فارقت العصفور الحياة، ماتت وحيدة، وعصفورها هائم على وجهه يبحث عمن ينقذ عصفورته. عاد العصفور، ولكنه وجد عصفورته بلا حراك. أخذ يدور حولها، يهزها بطريقة هستيرية، ويأتي من اليمين ومن الشمال ومن فوقها يسحبها، ولكن لا فائدة، لقد ماتت عصفورته. وقف بجوارها
وجلس يغرد بصوت حزين جدا. لا أدري، قد يكون هذا بمثابة البكاء، لعله كان يبكي فراق عصورته. سبحان الله. ثم صمت فجأة وجلس ينظر إليها بنظرات حزن وأسى. إن الفراق صعب جدا حتى على العصافير، وخصوصا إذا كان فراقا لا أمل بعده في اللقاء. هذا تسجيل لكاميرات المراقبة التي تصور إحدى الغرف التي يعمل فيها الموظفون. أحد الموظفين لم يتحمل ضغط العمل فأطلق لنفسه بركان الغضب الذي فيه، وكان بإمكانه أن يمسك غضبه كما يفعل زملاؤه الذين يعملون مثله، لكنه أطلق الغضب الذي بداخله. فانظروا ماذا فعل الغضب به، انظروا كيف يحول الغضب صاحبه إلى شخص قريب من الجنون. أصبح يحطم كل ما حوله. والآن مزجنا الصورة مع تصوير أحد الموظفين للحادثة من كاميرا هاتفه الجوال. إخواني أخواتي، نحن إذا لم نمسك أنفسنا فإن الغضب سيأكلنا كما أكلهم. هذا موظف آخر غضب من عدم استجابة الأجهزة فأصبح يضربها مع أنها لا تعقل، وكاميرا المراقبة تصوره. هذا موظف آخر لما لم يستطع إمساك نفسه هجم على زميله ضربا وكأنه فيه. أخواني قد جمع اللقاء قلوبهم وغدت محبتهم ودادا مشتركا، لكنما الشيطان قد أغواهما غرس العداوة إذ رماهم في الشارع، لكنما الشيطان قد أغواهما غرس العداوة إذ رماهم في الشارع. أمسوا وقد حلت روابط حبهم والحقد والهجران بينهما اشتابا، لكن نورا من عين نبيهم قد بدد ظلمات عنهم وانحلا. المؤمنون كمثل جسم واحد، إن يشتكي عضو تداعى في الدرك، عادت مياه الحب نبعا حينها وسروا وقد نزعوا الطريد عن هذه عبرة جعلها الله لعباده، زلازل تهز الأرض من تحت الأقدام و
وتجعل الناس يترنحون وتجعلهم يركضون فزعا ورعبا. وأيضا عبرة في الأعاصير، كيف يقتلع الإعصار الأشياء الكبيرة كالمنازل فيحولها إلى طائرات تسبح في الهواء. إن الإعصار يغير الحياة تماما في بقعة الأرض التي يزورها. وأما المياه فإنها إذا انقضت على اليابسة فإنها تتحول من ماء هادئ إلى وحش كاسر. انظروا ماذا تفعل، فعلا عبرة. ومنها أيضا البراكين، فإنها إذا غضبت بإذن الله صارت جار سوء لكل من جاورها، مع أنها كانت مسالمة لسنوات وربما لقرون. إنها عبرة. سبحان الله، فعلا كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أحيانا الصورة الواحدة تغني عن ألف كلمة مثل ما يقولون. أسأل الله أن ينفعنا بما نرى ونسمع. نلتقي في حلقة قادمة، تابعونا.